بدك تعرف أكثر عن القرض الشخصي؟ هينة، بتاخد مبلغ من البنك، بتردو على دفعات متساوية شهرية وعلى مدة محدودة وبفايدة تنازلية. شو يعني فايدة تنازلية؟ يعني بتدفع فايدة على المبلغ المتبقي مش على المبلغ الأساسي يلي أخدته. يعني إذا بدك تغير لوك بيتك، أو لما يقرب موسم المدارس، أو حتى إذا بدك تخطط لعرس بنتك، ما قالك غير القرض الشخصي يلي بيساعدك تحقق أهدافك. حصال على قيمة بتوصل لغاية 15 مرة قيمة معاشك بدفعة ما بتتخطى تلت مدخولك شهرياً بالليرة اللبنانية أو بالدولار لمدة بتوصل لـ60 شهر. في رسوم إضافية مثل مصاريف فتح الملف، وإذا بدك تسكر قرضك قبل بوقت كمان هينة، كل اللي بيطلع عليك 5% رسوم تسوية مبكرة على المبلغ المتبقي. لتقدم على القرض الشخصي أنت عايز 3 أوراق: إثبات مدخول أو كشف حساب، إفادة سكن، وبطاقة هوية. وإذا بتقدم قبل الساعة 12 الظهر تحصل على الموافقة بذات النهار. لتعرف أكثر زور أقرب فرع لبنك عودة أو اتصل فينا على 1570.